بالنسبة لرسالة الديوان فهي بطبيعة الحال مستمدة من قانون إنشائه وبالتحديد المادة الأولى التي فوضت للديوان تحقق من سلامة ومشروعية استخدام الأموال العامة وحسن إدارتها. أما بالنسبة للرؤية يطمح الديوان إلى الوصول إلى جهاز رقابي يعمل بمهنية عالية لمساعدة الجهات المشمولة برقابته على تحسين الأداء وتأمين المساءلة وتعزيز الشفافية. بالنسبة للقيم فتتمثل قيم الديوان في الاستقلالية والنزاهة والمصداقية، المهنية، الجودة، الشفافية، وأخيراً النهج الإيجابي. بالنسبة للأهداف الاستراتيجية للديوان فهناك ثلاثة أهداف استراتيجية يسعى الديوان إلى تحقيقها. الهدف الأول يتمثل في تقديم خدمات رقابية ذات قيمة مضافة. الهدف الثاني يتمثل في تنمية القدرات المؤسسية والبشرية للديوان. أما الهدف الثالث والأخير فهو يتمثل في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة محليا ودوليا. بالنسبة للمعايير اللي اتبعها الديوان في تنفيذ أعمال الرقابة فهي المعايير الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الانتسابية. أما بالنسبة للمنظمات المهنية التي ينتسب لها الديوان فهي تتمثل في المنظمة الدولية للرقابة المالية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الانتساي، كما ينتسب الديوان إلى منظمتين إقليميتين وهما المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأربوساي والمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأسوساي. بالإضافة إلى ذلك فالديوان عضو في لجنة المعايير المهنية Professional Standards Committee. يمارس الديوان بحسب قانون إنشاء ثلاثة أنواع من الرقابة، وهي الرقابة المالية والرقابة الإدارية ورقابة الأداء، كما يمارس الديوان رقابة الالتزام للتحقق من التزام الجهات الخاضعة لرقابته بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة.